ونحن نتحدث عن فترة المراهقة، نتحدث عن أسباب الحمل. إنسان اللي بيشتغل، إنسان اللي بتشتغل، الرجل كثير الجهد والعرق في الحلال طبعا، والمرأة كثيرة الجهد والعرق في الحلال، ناس محترمة لا مشكلة عندهم في الإخصاب. المشكلة في الإخصاب إن يكون في سلوكيات خاطئة. تعالوا نبص للنصائح العالمية، النصائح العالمية اللي موجودة في كتب الطب لعلاج العقم بطرق طبيعية. النصائح العالمية لعلاج العقم بطرق طبيعية. ممكن يتأخر الإنجاب شوية. يعني إيه عقم الأول؟ في عقم يعني نقول عليه ابتدائي برايمري، وفي عقم ثانوي. العقم الابتدائي إن هو عقيم الأول. تصور أنت راجل ما عندوش حيوانات منوية، ما عندوش خصية، ما عندوش لحية، بيتجوز إزاي؟ في ناس كده؟ آه في ناس كده، بقى عنده 35 40 سنة وهو ملوش رغبة أصلاً، ولا عنده حيوانات منوية ولا انتصاب ولا دقن ولا عنده هرمونات، وأهله بيجوزوه غصب عنه. وتيجي الزوجه تشتكي بعد سنه سنتين تقول لك والله ما عنده انتصاب. طب ايه اللي عادك ده كله؟ عشان ما كنتش لاقيه شقه ومش لاقيه عفش ومش لاقيه مكان، ووفر لي الشقه والعفش والمكان والمصروف، بس ما وفرليش الوظيفه الاولى للزواج. طب القضيه ان ده عقم اولي له اسبابه في اضطراب الهرمونات. ممكن يكون عند المراه نفس الكلام، ما عندهاش تبويض، عندها مشكله في الهرمونات، عندها اي مشكله كبيره، ده اسمه عقم اولي. طب في عقم ثانوي؟ ان هو يكون خلف قبل كده بس من كتر الاستهلاك وكتر الاهمال وكتر ما بيعمل عاده سريه بيعمل حاجات منحرفه، الرصيد خلص، ما عندوش حيوانات منويه، ده عقم ثانوي. ممكن من كتر التدخين، من كتر المكيفات، من كتر المخدرات، ممكن ده يعمل له عقم ثانوي. ممكن المراه نفس الكلام. يا ترى ايه النصائح العالميه اللي في كتب الطب؟ النصائح العالميه في كتب الطب لعلاج تاخر الحمل او اللي بيقول عليها العقم الثانوي. اول حاجه، أرجوك مارس الرياضة باعتدال، لازم تجري وتلعب كل يوم ساعتين اللي عايز يخلف، رجل أو امرأة. النصيحة الأولى، مارس الرياضة باعتدال. الرياضة هتدوب لك الدهون، لو سد الدهون قناة فالوب أو قناة المبيض، لو ضغط الدهون عليها هتتسلك. خلاص؟ نجري وما نيأسش، كل يوم ساعة ساعتين جري رياضة ما نيأسش. نمرة واحد، مارس الرياضة باعتدال. نمرة اتنين، تجنب الاستحمامات الساخنة، ما تستعملش مية سخنة أوي. ما تستعملش مية سخنة أوي. يعني خلي الميه دايما ايه اللي تستعملها فتره. تناول طعاما غذائيا صحيا اكثر فيه من الالياف، دايما كتر من السلطه الخضراء. كويس؟ يبقى مهم جدا الطعام المغذي الصحيح، يعني تبعد عن المواد الحافظه وتبعد عن المواد الملونه واللانشون والباستيرما فيها هرمونات، وتبعد عن المواد الملونه والبيز والسوسيس والبرجر ومش عارف ايه كل ده، والكولا والشيبسي والحلويات والشوكولاتات، كل ده بيدمر البويضات والحيوانات المنويه. طيب تناول الفيتامينات. الفيتامينات يعني سلطه خضراء وفواكه طازجه، مش عصاير محفوظه. طيب زد وزنك ان كنت نحيفا، وانقص وزنك ان كنت سمينا. زي ما بقول لكم ان في وزن مثالي للحمل، فالنحافه الشديده لا يحدث معاها حمل. يعني واحده 30 كيلو 40 كيلو تتحمل فين؟ ده من رحمه ربنا انها تكبر تبقى 40 50 60، واقل وزن مثالي زي ما قلت لكم للحمل ان المراه يكون عندها حوالي 60 كيلو، من 55 ل 60 الوزن المثالي. طب افرض ان هي بقى 90 كيلو 100 كيلو 200 كيلو، هتجيب حمل منين؟ ده الحمل ده 15 كيلو، تجي لي واحده زياده 30 كيلو، اقول لها الحمل دول 15 هنحطهم فين؟ اما بطنك قد كده وكرش، المولود ده والجنين ده اتحط فين؟ فاذا كان يقول لك زيد وزنك في حاله النحافه، ناخد حاجات تزود الوزن، في نظام يعني طبي لزياده الوزن، وانقص وزنك في حاله السمنه، لان السمنه المفرطه لا يمكن ان يكون معها حمل. مش ممكن واحدة بطنها مليانة ده هيبقى في مكان للجنين. تجنب الكحوليات، تجنب التدخين، تجنب الإسراف في القهوة، ليك فنجان قهوة في اليوم واحد، تجنب الأدوية الكثيرة، تجنب التوتر والقلق. كل ده والله العظيم نصائح موجودة في كتب الطب، والله العظيم في كتب الطب، نصائح في كتب الطب لعلاج تأخر الحمل أو اللي هو بنقول عليه العقم الثانوي، وده إن شاء الله هنكمله في حلقة قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.